أهلا بكم. جريمة من العيار الثقيل تهدد مجتمع العراق بأسره فيما يخص قطاع التعليم، وخاصة التعليم العالي، حيث أكد نقيب الأكاديميين العراقيين مهند هلال أن جريمة ممنهجة موجودة في العراق بوجود 80,000 شهادة ماجستير ودكتوراه منحت عن طريق مكاتب الاحتيال التعليمي، والتي بلغ عددها نحو 600 مكتب داخل العراق وخارج العراق، حيث إن بيع شهادات الدراسات العليا أخطر من تجارة المخدرات بحسب وصفه، في وقت يمر العراق بأسوأ مراحله وتخرج جامعاته من التصنيف العالمي بحسب مؤشر دافوس لجودة التعليم. وقد كشفت وكالة فرانس بريس عن ازدياد توجه الطلاب العراقيين إلى الجامعات الأهلية التي تجاوز عددها 70، والتي بحسب نقابة الأكاديميين العراقيين تتنافس على تصنيفات معظمها تجاري ووهمي، بينما وصف نواب في الحكومة الجامعات الأهلية بأنها تحولت إلى دكاكين لقوى حزبية متنفذة. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية المهمة ونتساءل، هل الجامعات الأهلية عامل هدم أم عامل بناء؟ سيكون معي الدكتور محمود المسافر، الأكاديمي والمتخصص في التعليم، ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك دكتور محمود. وأيضا سيكون معي الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور قحطان. مرحبتين، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. وسينضم أيضا لاحقا إلينا الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. التعليم في العراق يمر بأسوأ مراحله، فبعد أن كان يتصدر مؤشرات الجودة والرصانة، يخرج اليوم من التصنيف العالمي بحسب مؤشر دافوس لجودة التعليم، لا سيما بعد تسليم وزارة التعليم العالي لقيادي في ميليشيا مصنفة على قائمة الإرهاب ويحمل شهادة غير معترف بها. بعد الفضائح المتكررة لوزارة التعليم العالي بمنح موافقات لفتح فروع لجامعات إيرانية غير رصينة بأجندات معينة، وموافقات أخرى لجامعات أهلية بشكل كبير، جعل من تلك الجامعات مجرد دكاكين للحصول على الشهادات دون أي تأهيل علمي حقيقي، بينما يمارس الاحتيال التعليمي في كتابة البحوث والأطروحات لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه بحسب نقابة الأكاديميين العراقيين، التي بيّنت أن عدد المكاتب التي تروج لهذا الاحتيال تصل إلى 600 مكتب داخل العراق وخارجه. ما يجري في قطاع التعليم بالعراق يعد جريمة ممنهجة، وفقاً لنقيب الأكاديميين العراقيين مهند الهلال، الذي أكد وجود نحو 80,000 شهادة ماجستير ودكتوراه منحت عن طريق مكاتب الاحتيال التعليمي. فيما كشفت وكالة فرانس بريس عن ازدياد توجه الطلاب العراقيين إلى الجامعات الأهلية بدلاً من الجامعات الحكومية، وأوضحت الوكالة أن ما يدفع الطلاب إلى التوجه للكليات الأهلية هي الشروط السهلة لقبول الطالب، وعلى رأسها معدل الدرجات المنخفضة، مبينة أن الكليات الأهلية في العراق تجاوز عددها 70، وهي مقبلة على تسيد الواقع التعليمي والهيمنة عليه في السنوات المقبلة. تقارير صحفية ومصادر تعليمية كشفت عن تحول الكليات الأهلية إلى مشاريع تجارية تابعة لجهات متنفذة تسعى إلى تخريج طلاب قليلي الكفاءة بسبب اعتماد الرشاوة والأموال أساساً لمنح الشهادات. الحكومات المتعاقبة بأحزابها الفاسدة منذ 2003 تسير وفق أجندة ممنهجة يقف خلفها الاحتلال الأمريكي الإيراني، من شأنها القضاء على المنظومة التعليمية في العراق. أبدأ معك دكتور محمود المسافر، الأكاديمي والمتخصص في التعليم. ماذا يجري دكتور محمود في قطاع التعليم في العراق وخاصة التعليم العالي؟ نسمع عن مكاتب احتيال أكاديمي لم نكن نسمع بها من قبل، تقوم بمنح أو كتابة أطروحات الدكتوراه وكذلك رسائل الماجستير ومنحها للطلاب الذين هم من المفترض أن يكونوا لبنة البناء لأي نهضة اجتماعية، أي نهضة اقتصادية، هم معايير تقدم أي دولة. فهذه المكاتب الاقتصادية من أين جاءت وماذا يجري في التعليم العالي في العراق؟
المكاتب عفوا الاحتيال التعليمي. آسف. شكرا جزيلا أخي العزيز، بارك الله فيك على هذه الفرصة. تحية لك مشاهديك الكرام، للأخ الدكتور قحطان صفاجي، للأخ الأستاذ عبد القادر النايف. الحقيقة يعني يمكن قلنا هذا أكثر من مرة، أن الوضع التعليمي في العراق يتعرض يبدو إلى أكبر هجمة منذ الاحتلال اليوم، بل منذ قبل الاحتلال عندما حاصروا العراق وحاولوا بكل جهدهم أن يضعفوا التعليم ويدمروا هذا القطاع المهم جدا الذي كان وراء إنجازات العراق منذ عام 1921 تأسيس الدولة العراقية إلى يوم الاحتلال المشؤوم في 9 نيسان 2003. اليوم يبدو أننا نصل إلى مرحلة البيك، وهم يحققون النتائج من خلال أفعال وقرارات مبرمجة. أعتقد أنها بدأت حقيقة في توزير شخص ميليشياوي يتبع إلى ميليشيا معروفة، وهم ما يستحون منها. هو يقول أنه أنا يعني عيني الشيخ فلان اللي هو قائد الميليشيا، هو يقول أيضا في تسجيل آخر أنه يتبع الولي الفقيه في إيران. فهو أولا ميليشياوي، ثانيا هذا الرجل يتبع جهة أجنبية ولا تريد العراق الخير، مثل ما معروف لكل العراقيين منذ عام 1980 إلى اليوم وحتى قبل. المهم نقول أنه يبدو اليوم وصلوا إلى مرحلة الزرع الأخير اللي من خلاله يصلون إلى النتائج المبهرة اللي يتوقعوها هم، وهي كالآتي. أولاً طبعاً بعد ما دمروا التربية، قطاع التربية بالكامل دمروه وأوقفوا عنا كل أنواع الدعم، وتحولت مدارسنا، وهذا قلناه في برامج سابقة، مدارسنا إلى أوكار حزبوية وميليشياوية وتمثل الحقيقة وطائفية وما إلى ذلك. اليوم التعليم العالي يتعرض إلى هجمة مكملة للهجمة التي تعرضت لها قطاع التربية. وبعد أن استوزر هذا الرجل الحقيقة جاء بعدة قرارات، ومع الأسف وأقول ذلك علانية، وليسمعني كل زملائي وإخواني في الجامعات العراقية، أن هناك من هم من الأساتذة المحترمين سابقا لهم باع طويل يساعدون هذا الميليشياوي على إداء دوره الخبيث في تدمير التعليم العالي العراقي. جاء بعدد كبير جدا من الجامعات الإيرانية، اليوم وصلت عدد جامعات، تجاوزت عدد الجامعات الإيرانية 40 جامعة بين توينينج بروجرامز وجامعة أو كلية متكاملة. أسسوا كل الميليشيات تحت إدارته للوزارة جامعات وكليات كواجهات لغسيل الأموال وواجهات لحركة المال غير النظيف من الداخل إلى الخارج، ووصولا طبعا إلى إيران، وهذا معروف. وكذلك جاء على رأس بعض وكثير من هذه الجامعات والكليات من هم من مثله ميليشياوي وجزء لا يتجزأ من حزب سياسي فاسد. هذه المنظومة هي الكفيلة، يعني احنا عندما نتحدث عن لماذا هناك أطاريح يعني مشكك فيها، لماذا هناك شهادات غير معترف فيها، ارجع للمنظومة التي تم تأسيسها بدقة بعد الاحتلال. هذه المنظومة هي اللي تهيئ لذلك، تصبح النتائج مسألة طبيعية. المهم انهم اسسوا لذلك. اليوم بعد أن شافوا أن كل الكليات الأهلية ما عادت بإمكانها وبسهولة أن تعطي الشهادات لأنها صارت مطبوحة في الأوساط الاجتماعية وفي السوشيال ميديا وما إلى ذلك، بدأوا يتعاملون مع جامعات أجنبية ليست لها علاقة نهائيا بالتعليم وإنما هي دكاكين. هذه الجامعات هي التي تعطي الشهادات عن بعد لكل من يريد أن يأخذ الشهادة من هؤلاء، ليكون عضو برلمان أو ليصبح مدير عام وما إلى ذلك. لا يحتاج أبداً لا أن يكون خريج متوسطة ولا أن يكون خريج إعدادية ولا خريج كلية حتى يأخذ فيما يخص موضوع الشهادات التي تمنح.
طبعا كما هو معلوم وحضرتكم الخبير في التعليم ونستفيد من وجهة نظركم، كما هو معلوم أن جميع الدول تعتبر أن كل أطروحة هي شيء وتجربة جديدة تطبق من أجل التطوير. يعني هناك مثلا مثل ما تعلمون مشكلة للبحث، وهناك أدوات يتم تطبيقها للحصول فيما بعد على معلومات أو على بيانات، ومن ثم الحصول على المعلومات، وبالتالي الغاية من الأمر هو التطوير والتنمية. في العراق يتم الحصول أو يعني استهداف الشهادة من أجل التعيين والحصول على زيادة في المرتبات الثابتة التي تأتي من غير إنتاجية. فقط اسمح لي دكتور، سوف أعود إليك لشرح هذه النقطة لو تفضلت. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان، يعني هناك أكثر من 40 جامعة إيرانية، هناك جامعات أهلية في العراق، يقول أو يتحدث عنها نواب أن هذه الجامعات ما هي سوى دكاكين لأحزاب متنفذة. ومثل ما تفضل الدكتور محمود قبل قليل، جامعات إيرانية هي بالأساس هدفها غسيل الأموال، ليس هناك أي هدف علمي وتطويري. إيران لا تحن على العراقيين لكي تقدم لهم وتعطيهم علوما وجامعات بحسب ما يقول العراقيون أنفسهم وليس كلامي أنا. يا ترى من وجهة نظرك، يعني هل الجامعات إلى أي مدى تعتبر أجندة سياسية إقليمية تابعة لإيران؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز وبضيفيك الكريمين والجمهور الكريم. للأسف الشديد استهداف الجامعات هي ضمن برنامج واسع وكبير، الغاية منه أساسا هو استهداف العراق، إنهاء بناء التحتية، إنهاء تشويه بناها الفوقية، التوجه بالاتجاه الخاطئ لكي لا يبدو في العراق شيء إيجابي على أن يحسب له حساب. والجامعات وما تنتج من كفاءات علمية هي كما معروف أساس لبناء أي دولة، وبالتالي التوجه إلى إنهاء هذا الصرح العلمي وإخراج مخرجات سيئة غير نافعة هي أشبه بالعملة بدون رصيد، بالتأكيد ستساهم في عملية تدمير العراق بشكل عام. ليس فقط الجانب الإيراني هو مستهدف أو هو الذي يسلك هذا المسلك في إذاء العراق عبر الجامعات حقيقة الأمر، بل هناك جامعات حتى بعضها أهلية تابعة إلى جهات شخصية عراقية هي تمارس الأخطاء ذاتها من تدني النسب المقبول أو الدرجات الخاصة للقبول بالمعدلات وقبول أعداد كبيرة جدا عن أكثر من طاقة الاستيعابية إلى المقاعد الدراسية، وبالتالي عملية الانتساب شكليا لا وجود للدوام ولا وجود لمتابعات علمية. الغاية الأساسية تتساوى الجهد الإيراني الممنهج لإنهاء التعليم العراقي وسفاهات بعض الشخوص الذين يملكون الجامعات ويذهبون باتجاه المصلحة الشخصية على حساب الإنتاج، كلاهما يتحدان في توجه واحد لكي يخرجوا كفاءات أو أشبه كفاءات لا تقدم شيء، وبالتالي يساهم بإنهاء العراق وبإنهاء المعرفة بالعراق وبإنهاء المعرفة هو ينهى كل شيء. وكما هو معروف القرآن بدأ بكلمة اقرأ، والله عز وجل قال لنبيه سنقرئك فلا تنسى، وبالتالي القراءة والتعليم هو أساس في كل شيء. لذلك للأسف الشديد إيران ومن تابع لإيران في العراق بعد 2005 والمتطفلين وأصحاب المصالح الشخصية والمغرضة أيضا كلهم أغراهم المال أو أغراهم مال السحت أو أغرتهم أو وجهتهم النوايا السيئة لكي يتكاتفوا بشكل أو بآخر ليجعلوا من التعليم العالي العراقي متدني جدا، ليس فقط في مستوى الجامعات الأهلية، فالجامعات الرسمية الحكومية الرصينة التي كان بعضها جامعات يشرها بلبنان كجامعة بغداد والنهرين والمستنصرية والموصل والبصرة الآن ما عادت محسوبة بأبسط قيم المعايير العلمية،
خرجت من كل المقاييس. إذن هذا برنامج معد بدقة تقوم به جهات المحتلة العراق سواء أمريكا والكيان الصهيوني أو إيراني، كي نكون دقيقين لا نضع اللوم فقط على الجانب الإيراني وهو الأكثر ضرراً للعراق، ولكن للأسف الشديد اشتركت كل القوى المسيطرة على العراق وكل أهل الأطماع المادية في العراق أن فتحوا تكاكين تسمى جامعات وما لها علاقة بالجامعة نهين ولا بالعلم. مصطلح دكاكين على ما يبدو لي أنه قريب جدا لما للهدف من هذه الجامعات. اسمح لي فقط دكتور قحطان، سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر، يعني وصف دكاكين، يعني بعض النواب وصف الجامعات الأهلية في العراق أنها دكاكين تتبع أحزاب متنفذة، تتحكم فيها أحزاب متنفذة. ألا يعني ذلك بالفعل أنها فعلا دكاكين؟ من المفترض أن تكون الجامعات هي المعمل لإنتاج الطلاب المهيئين علميا وفكريا ومهنيا ومهاريا من أجل الدخول في سوق العمل، ولكن يطلقون عليها لقب أو صفة دكاكين. إذن هي ليست منتجة لطلاب ولا لتنمية ما، وإنما هي عبارة عن مدرة للأموال بمعنى الدكاكين. من وجهة نظركم، يعني هل إيران تهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بإنشاء جامعات، أكثر من 40 جامعة في العراق إيرانية، من أجل سحب الأموال؟ أهلا وسهلا بك دكتور سمير وبضيفيك الكريمين وبمشاهدي قناة الرافدين الفضلاء. حياك الله. من المعلوم تماما أن هدف إنهاء المعرفة والعلم في العراق هو هدف استراتيجي تشابكت عليه حقيقة قوى الاحتلال، وعندما نذكر قوى الاحتلال نتذكر أن التعاون الأمريكي الإيراني كبير بهذه القضية، وبالتالي من المعلوم تماما أن الغاية عندما تتحول والوسيلة في ذات الأصل يتحولان إلى أن الهدف الأساسي هو إشاعة الجهل في العراق، ولا سيما أن الطبقة الشبابية هي التي تسود أو السواد الأكبر من العراقيين، وبالتالي هذه الطبقة عندما نتكلم عن الطبقة الجامعية وأغلب العراقيين يذهبون باتجاه رغم كل الصعوبات التي يعانونها من ضيق عيش ومن عدم وجود فرص عمل، وحتى خريجي الجامعات هم ليسوا بأحوال جيدة، ففرص العمل ضئيلة جدا لهم وحتى في تخصصاتهم، لكن رغم كل هذه الثلاثية التي تحيط بالتعليم إلا أن شباب العراق يذهبون وحقيقة يعانون، وبالتالي يجازفون بكل أوقاتهم من أجل الوصول إلى أن يكونون طلبة جامعيين، لكن للأسف الشديد يريدون إفراغ المحتوى من خلال جعل هذه الجامعات الأهلية الإيرانية وغيرها من الأحزاب الفاسدة، وبالتالي لذلك عندما ترى عملية تسليم وزارة بحجم وزارة التعليم العالي وبها كفاءات إلى شخصيات هزيلة أو إلى أطراف سياسية هي أصلاً أنتجت لنفسها الاغتيالات لهؤلاء العلماء وكانت مساهمة في تدمير العراق، وبالتالي ثقافتها ثقافة الموت وأصحابها يشاركون بقتل العراقيين، عندما تكون هذه الوزارة تخضع لسيطرتهم وبالتالي وزيرهم الذي يقدمونه وزير لا يمتلك شهادة جامعية سوى شهادات جامعية أيضا لكليات أهلية مرتبطة في إيران بلبنان وهي غير معترف بها بالعراق، هؤلاء من يقود التعليم، فبالتالي من المؤكد النتائج ستكون جامعات إيرانية كثيرة وجامعات أخرى لأحزاب وانهيار التعليم الحكومي والجامعات الحكومية مقابل تشجيع هؤلاء على الجامعات الأهلية. هذا حقيقة يقودنا على أن إيران أصبحت من خلال هذه الجامعات تغسل وبتاء أموالا كبيرة وتستفيد في ميزانيتها أموالا كبيرة، وهذا ما شجع الأحزاب على إنشاء وشخصيات حزبية على إنشاء جامعات أهلية بعد أن يسرقون المال من ميزانية الدولة وبالتالي يفشلون في تحويله إلى الخارج، فلذلك أصبحوا
يأخذون قطعة أراضي كبيرة بحجة الاستثمار من الدولة مجانا، ثم هذه الأموال التي سرقوها يبنون جامعات، وبالتالي الطلاب يضطرون لدفع أموال طائلة للحصول على شهادات، لكن المحتوى الداخلي بلا تعليم، لأنهم يستهدفون طبقة الشباب وطبقة العلم والمعرفة للعراق، لأن العراق معروف تماما هو من علم العالم القراءة والكتابة، وبالتالي معلوم السومريين كيف جهودهم. الآن نصل إلى مرحلة القرن العشرين أو 21، والعراق يعم فيه الأمية والجهل الجامعي بطريقة كبيرة تماما. من المؤكد الفائدة المالية هي الأساس، لكن هناك فائدة خبيثة تضرب العراق، وهي حقيقة الجهل، وبالتالي يريدون حقيقة إفراغ المحتوى، ويجعلون من المعرفة والجهل والعلم عبارة عن جهل مقنن بغلاف المعرفة، وإلا فإن داخله فارغ بلا محتوى، وهذا ما تريده إيران. لذلك هي أحد الوسائل، فإنها تأخذ عصفورين بحجر واحد، تأخذ المال وغسيل الأموال، وبالتالي تغلبت على الحقوبات الاقتصادية بشتى الوسائل، منها جامعات ومنها تجارة ومنها بيع الغاز للعراق والكهرباء التي لا وجود لها، ومن ثم جامعات أخرى وأمور أخرى غير التحويل المالي. بالتأكيد كانت سببا رئيسيا لإنشاء الجامعات الإيرانية التي عبارة عن دكاكين، يعني جامعة في كربلاء عبارة عن شقة ليس إلا فقط الدراسة أونلاين، وبالتالي تمنح شهادات، والمصيبة أنها شهادات بمجال طبي. لذلك حقيقة العراقيون يعون خطورة الموقف ويعون ما يجري، لكن حقيقة لا حول ولا قوة لهم، لأن التحصيل الجامعي أصبح مهم في العراق، ولأن الشباب هكذا يدفعون بأنفسهم. ولذلك حقيقة الآن الحكومة مسؤولة عن انهيار التعليم في العراق، الذي هو هدف أساسي من أهداف تدمير العراق. أبو القادر أبقى معي لو سمحت، إن صح التعبير، يعني هناك صناعة للبطالة وليس هناك صناعة وإعداد للخريجين من أجل الدخول في سوق العمل. سؤالي إليكم دكتور محمود، يعني عندما نكون في دولة متقدمة أو دولة نامية، تكون يعني هناك وزارات تتكاتف فيما بينها بغض النظر عن المسميات، هنا أتحدث عن التخصصات وتنظيم العمل، عندما تأخذ وزارة على عاتقها التخطيط والأخرى تأخذ على عاتقها متابعة الجامعات والخريجين ومدى تأهيلهم من أجل الدخول في سوق العمل، هنا ما هو سوق العمل في العراق؟ هل هو يعني إضافة مرتبات على مرتبات، إضافة حصص، إضافة مخصصات على مخصصات من دون أي إنتاجية؟ يعني أليست الجامعات في العراق على عددها 40 جامعة إيرانية و70 جامعة أهلية وجامعات أخرجها دافوس التصنيف الدولي من جودة التعليم والاعتماد على يعني تصنيفات وهمية، كل هذا ما هو هدفه؟ هل هدفه تراكم قطاع العاطلين عن العمل؟ يعني لماذا لا نسمي من هو موظف ويعمل في شركة ما أنه عاطل عن العمل؟ ليس هناك إنتاجية، ليس هناك فكر لتطوير أو تنمية، مجرد مرتبات، وهناك من يتحدث عن ريشة، وهناك من يتحدث عن فضائيين. يعني ما هو الهدف، هدف الجامعات في العراق ما هو هدفها؟ مرة أخرى أشكرك أخي العزيز، انطيني مجال شوية أشرح لك هذه الآلية، لأن هذه آلية صناعة الجهل وآلية لتكبيل العراق مستقبلاً. بدأت هذه الآلية عندما جاء الاحتلال وغير شكل النظام، السيستم الاقتصادي العامل، من شكل شبه اشتراكي مثل ما يعرفون أغلب السادة المشاهدين، من شكل شبه اشتراكي إلى شكل رأسمالي. هذا الحقيقة جاء بقرار ولم يأتي على وفق دراسة اقتصادية سياسية اجتماعية من أجل الوصول إلى أهداف صحيحة ممكن أن تغير من شكل النظام السياسي، ولكن تحافظ على الشبكات والتشابك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من دون أن تهيئ لأضرار كبيرة جدا مثل ما حدث. عملية التغيير جاءت بجرة قلم قام بها المجرم
بول بريمر. ماذا حدث؟ فك العلاقة بين الوزارات بالكامل. طالما أنت سويت وزارات متأسسة على الأساس الطائفي، أنت فكيت العلاقة بين الوزارات. يعني أنا إذا وزير شيعي واقف على وزارة التخطيط، ما يسمح للوزير السني اللي واقف على وزارة الزراعة أن أتدخل بشغله، وهكذا الوزير الكردي والوزير التركماني. عندما فك الاشتباك بين الوزارات ضاعت فكرة التخطيط، وبالتالي أصبحت فكرة السيطرة المباشرة على وزارة بوزارة هي السائدة بالمجتمع. ماذا حدث؟ التخطيط اليوم انفقد. لا نعلم الحقيقة ما هي حاجة الاقتصاد الكلي ولا حاجة القطاعات. احنا عندنا اقتصاد كلي وعندنا قطاعات، ما نعرف شنو حاجة الحقيقية من الكفاءات. احكي بس على التعليم، يعني ابو الزراعة ما يدز الى وزارة التخطيط ووزارة التخطيط تجمع حاجة الزراعة والصناعة والمواصلات والإسكان ووزارة الصحة تجمعها وتخليها في جدول وتبعثها الى الجامعات وتسجل على اساس ذلك حصة كل جامعة وحصة كل اختصاص. بمعنى أننا آني هذه السنة ما أحتاج نهائيا إلى اختصاص كلية الإدارة، فماكو داعي كلية الإدارة تشتغل إلا بحدها الأدنى، ماكو داعي تطور ولا نمو بكلية الإدارة. وكذلك يشمل هذا كلية الطب وكليات الهندسة باختصاصاتها. اللي صار حقيقة اليوم أنه الوزارة التعليم تعمل وكأنها إمبراطورية قاعدة في جزيرة منفصلة ما لها علاقة بالعراق. ليش يردون يسوون هذا الشيء؟ اليوم يردون هم يخرجون كميات كبيرة جدا من ناس، مثل ما ذكر الأستاذ اللي قبلي، من ناس تخرجوا ولكن فاقدين المحتوى، يعني ماكو محتوى، ومن اختصاصات غير مطلوبة. هذا تسوي ضغط على الدولة. ليش؟ لأنه وإن قد إحنا غادرنا فكرة النظام الاشتراكي أو شبه الاشتراكي، لكن العقلية السائدة لدى المجتمع هو أن الموظف والوظيفة هي المضمونة. وبالتالي تشوف أنت المظاهرات والحركة وطلب شيوخ العشائر من البرلمانيين كله يخص التوظيف، وحتى الرشا اللي يدفعها الناس، يدفعها المرشحين للبرلمان للناس حتى ينتخبوهم، هذه الرشا كلها عبارة عن تعيينات. وهذه التعيينات زيادتها معناه أنه مخصص الرواتب راح يزيد بالدولة العراقية. يردون يزيدون مخصص الرواتب بالدولة العراقية ليصل إلى 90% من إيرادات النفط. عندما وصل إلى 90% من إيرادات النفط تبل العراق وانتهت القضية. لا يستطيعون، لأنه العراق مدين اليوم لصندوق النقد الدولي ومدين لدول أخرى صناديق سيادية، عليه أن يدفعها، ما راح يقدر يدفعها، راح يروح إلى جدولة الديون، وعليه في نفس الوقت أن يعمل على زيادة التوظيف لخريجي الجامعات الهائل اللي انفتحت. هذه العملية هي مراد منها تكبيل، وهذا ليست أصلاً هو مخطط إيراني، هذا أصلاً هو مخطط أمريكا صهيوني لتكبيل العراق، لكن المستفيد الأكبر باعتباره هو الضبع اللي موجود على الساحة واللي مسيطر على الكل هو إيران. ولذلك أن إيران أصبحت هي المستفيد مالياً، لكن المستفيد من تكبيل العراق مستقبلاً وعدم عودة كدولة حقيقية قائدة للتنمية في المنطقة هي الدول الكبرى الكارهة لهذا الدور، وبالتأكيد هي أمريكا وإسرائيل ومن معها. نعم دكتور محمود، اسمح لي ننتقل للدكتور قحطان. دكتور قحطان، استمعت لما تحدث به دكتور محمود المسافر، والآن يا ترى عندما تكون الجامعات هي عبارة عن معامل لإنتاج البطالة في العراق، هل هذا هو دور نظام المحاصصة في العراق، أن يكون هناك جامعات تنتج خريجين همهم فقط التعيين والوظيفة والحصول على الراتب من أجل المعيشة، يعني الحصول على حقوقهم كبشر بدون أي إنتاجية وبدون أي فكر نهضوي للبلد؟ هل هذا هو دور الحكومات المتعاقبة من عام 2003 إلى الآن؟ دور الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى حد الآن هو من كل شيء سيء يسعون إلى أن يجعله أسوأ مما كان سابقا. حقيقة الأمر أن الدولة بالعالم تتباهى بقلة موظفينها كعدد
مع رقي الخدمات التي تقدم من قبل الجهد العام للحكومة. الحالة بالعراق معكوسة الآن، الحكومة تسابقون على إرضاء المواطنين العاديين المواطنين بشكل عام لأجل انتخابات كذا بما يسمى بالتعيينات. التعيينات بهذه الآلية القائمة حاليا جهل، ضعف قدرات، تعيينات دون حاجة البلد. بالتأكيد كما قال أخي المسافر يجهد الحكومة ويجعل ميزانية الدولة أو مدخول الدولة العام يذهب إلى التشغيلية وليس إلى الاستثمار وإلى الإعمار وإلى البناء. إذن هي هذه إرادة القوة المسيطرة على العراق والمهيمنة التي تجعل آليات العراق كلها عقيمة. ودائما نقول عملية سياسية آليات هي عقيمة لكي لا تنتج شيء معين. الآن الذي يذهب باتجاه الإساءة إلى التعليم العالي وجعله دكاكين مالية وإنتاج بطالة وليس إنتاج عقول مثمرة ستساهم مساهمة كبيرة في أن تجعل العراق بأن يكون في حال أسوأ. فالذي يصل إلى التوظيف أو يشغل وظيفة هو كفء في إدارتها أو في القيام بها، ولا الذي يتخرج ولن يتعين بالدولة تكون له قدرات ذاتية يمكن أن يوظفها بمشروع شخصي خارج خاص خارج طاقة الدولة. إذن سنجعل بطالة عامة سواء بالذين يتعينون داخل الدولة وهي بطالة مقنعة. أنا قبل مدة زرت مستشفى النعمان لأغراض صحية، رأيت حوالي عشرات من البنات في داخل غرفة واحدة. سألت ما هذه المجموعة؟ قالوا جميعهم تم تعيينهم مؤخرا تحليلات مرضية، والدائرة لا تحتاج هذا الكم، زائدا أدوات التحليلات المرضية كلها عاطلة. إذن البطالة ممنهجة سواء بعدم وجود عمل أو سواء بوجود تعيينات ولا إنتاج من هذه التعيينات، تعيينات كثيرة دون إنتاج، أو أن تخرج مخرجات الجامعة غير مؤهلة، وبالتالي هذه العقول غير قادرة حتى على استثمار عقولها وقدراتها في القطاع الخاص. إذن سيموت القطاع الخاص كما هو أسباب أخرى لموته، وتموت أيضا الخدمات العامة من قبل الدولة لأن الكفاءات العلمية التي تشغل هذه المناصب غير كفاءة علمية. وكما قال قبل يومين ثلاثة أخونا سمير عبيد في أحد المقالات الرائعة، اندعى إلى إنهاء دوائر وزارات كثيرة بما فيها التخطيط، لا يوجد التخطيط نهائيا. الشباب لا يوجد الشباب، الرياضة الثقافة في العراق انتهت، التعليم العراق انتهى، كل شيء في العراق انتهى. هذه هي مهمة الاحتلال. وأيضا كما قال زميلي قبل قليل، استثمرت إيران هذا الخلل، هذا الفضل الخلاقة استثمارا كبيرا سيئا قليلا، فراحت تعزز الخلل فيه وتزيد من دوائر إنتاج الخلل كما هو قلنا قبل قليل، الجامعات الشكلية، الجامعات الوهمية، الدكاكين التي تسمى جامعات هي إنتاج الوهم وإنتاج الضلالة وإنتاج أسباب التردي. إذن نعم هي مهام للحكومات المتعاقبة لكي تنتج حالات تؤكد حالة العجز وحالة التراخي وحالة التراجع للأسف الشديد. نعم دكتور قحطان، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد القادر النايل، يعني هناك الكثير من الشباب هاجروا من العراق بعد الاحتلال وتفاجأوا هناك في دول أوروبا وكندا وأمريكا أنهم عليهم أن يعيدوا الدراسة من جديد لأنهم لم يحصلوا على المعايير الكاملة اللازمة التي تؤهلهم للقيام بعمل مهاري معين أو ذهني فيما يخص اختصاص معين. الآن في العراق ما يجري هو شيء خطير جدا، الكثير من الخريجين بعدما يصلوا إلى مرحلة اليأس من أنهم تعبوا 4 سنوات وهناك أحلام يحملونها يريدون تحقيقها، فتفاجأوا بأن هناك بطالة مقنعة وأن هناك حزبية تقف حائلا أمام تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، فلجأوا إلى ساحات التظاهر. وبعد أن فشلوا بقمع التظاهرات عام 2019 من خلال الميليشيات والقوات الأمنية، الكثير منهم لجأ إلى نشر المحتوى الهابط
في المجتمعات. يعني تخيل أنه خريج صيدلة أو خريج طب أو خريج هندسة ويلجأ إلى التيك توك ويلجأ إلى السوشيال ميديا التي تروج لمحتويات هابطة في سبيل جذب المشاهدين. هل هذا هو حال العراق الذي من المفترض أنه في سنة 81 أريد له من ضمن أهداف العراق أن يحصل على منظومة نووية ليثقل وزنه إقليميا ودوليا، فتم استهدافها وتوالت هذه الاستهدافات باستئصال العلماء بعد عام 2003، ليصل حال الطالب الخريج أن يهتم بأمور خارج اختصاصه؟ يعني من المعلوم تماما أنه عمليات خروج الشباب إلى خارج العراق وهجرتهم ويتفاجؤون برداءة التعليم في العراق بعد أن كانت يعني لغاية 2003 كان العراق يحج إليه وإلى جامعاته للدراسة فيها من مختلف الدول. ورأينا بأم أعيننا زملاء من دول شرق آسيا وغرب آسيا ومن دول أوروبية يدرسون في جامعات مرموقة، وبالتالي أخذوا اختصاصاتهم. بل أنا أذكر هنا لبعض أطباء الأردن يقولون عندما كنا نذهب إلى لندن في الامتحانات التنافسية لاختيار الكفاءات ضمن ماجستير تخصص طبي، حقيقة طلاب جامعة بغداد الطبية يتفوقون على كل الأقران الموجودين من جميع الجنسيات حتى الجنسيات البريطانية، وبالتالي الكل يهابهم لأنهم جاءوا بسلاح علمي كبير. لذلك حقيقة أحد الأهداف الرئيسية هو إفراغ هذه الجامعات، والفشل الذريع تلو الفشل الذريع لأن الجامعات لم تستعيد عافيتها ويوميا تنهار، وبالتالي هذه نتيجة حتمية. عندما يهاجر العراقي خارج العراق يجد أنه درس في جامعات غير رصينة لأنهم أفرغوا المحتوى العلمي فيها بجميع التخصصات، وبالتالي نحن نتكلم عن هجرة أساتذة الجامعات الحقيقيين أيضا، لأنه الآن أغلب الذين يتم توظيفهم هم الناشطين لتلك الأحزاب السياسية، وقد رأيتم عددا من هؤلاء الناشطين الذين يؤمنون بالقتل على الفضائيات ويؤمنون بإرهاب العراقيين وتبعيتهم لإيران. أصدرت وزارة التعليم الحالية أوامر بتعيينهم ولا نعلم هم كانوا أصلا إما مفوض شرطة أو مخبر سري، الآن أصبحوا أساتذة بالجامعات. فالسؤال ماذا سيدرس هؤلاء؟ سيدرسون الطائفية أم سيدرسون كيفية الإيمان بولاية الفقيه أم أنهم لديهم اختصاصات علمية؟ لذلك حقيقة عندما يغيب العلماء عن تدريس الطلاب تكون النتيجة هكذا، فضلا على أن هذه الجامعات تراجعت تراجعا كبيرا. ولذلك أحد الأهداف الرئيسية، ولذلك أنظر إلى مجمل الدول الموجودة في المنطقة، لا أريد أن أكون بعيدا عن أوروبا وغيرها، لكن دول المنطقة، لماذا العراق ينتشر فيه صناع المحتوى الهابط؟ ولماذا الفاشينستات والذين لا يجيدون القراءة والكتابة الآن يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي ويكونون هدفا في الإعلام لكيفية أنهم يمتلكون سيارات فارهة أو منازل أو إقامات في دول معينة ويذهبون ومحميين حتى عندما يتجاوزون على كوادر الدولة والحكومة، بل حتى عندما يتجاوزون على بعض الأجهزة الأمنية؟ لقد رأينا بعض هؤلاء يتجاوزون على شرط المرور أو على منتسبين آخرين، وبالسرعة الفائقة ترى أن هناك عددا من الأطراف السياسية تستنفر لإخراجهم فوق القانون، وهم فوق القانون بالفعل. هم فوق هذا القانون كله بينما طلاب الجامعات، طلاب الجامعات أستاذ عبد القادر بعد أن يكملوا جامعاتهم أعينهم على ساحات التظاهر من أجل المطالبة بالتعيينات. بينما هؤلاء الفنانين أو يعني وليسوا فنانين حقيقة، أصحاب المحتوى الهابط يتسيدون ماليا وسياسيا، وهم الآن يحاولون بعض الأطراف السياسية، بل نجحوا إلى جزء ما إلى تصديرهم على أن هؤلاء واجهات العراق. وبالتالي رأينا حتى عندما يخرج المنتخب العراقي الرياضي إلى دول مجاورة هؤلاء من يذهبون ويسلط عليهم الإعلام، وأقصد هنا أصحاب المحتوى الهابط. هذا كله حقيقة في دراسة ممنهجة، يريدون تقديم
على أن العراق هكذا هم، أو هؤلاء هم العراقيين، والحقيقيين من الشباب العراقيين الذين هم يعلمون قيمة العراق ويدافعون عن العراق، وتجدهم حريصين حتى وإن كانت الجامعات غير بيئة آمنة للعلم، تجدهم حريصين على أن يستزيدوا علما من خلال تواصلهم ودورات مكثفة عبر الأونلاين لجامعات أخرى وأساتذة آخرين، ويدفعون من أموالهم الخاصة للحصول على المعلومة، تجدهم في ساحات التظاهر. هكذا مقاربة يريدون حقيقة أن يجعلوا من شباب العراق مشوه، وأن ينظر هؤلاء إلى أن الحل بالذهاب إلى المحتوى الهابط. هكذا هو عملية إفراغ العراقيين من شبابه، حتى لا يمكن لهؤلاء الشباب أن يستخدمون أنفسهم أو يجمعون حالهم من أجل انتزاع العراق من هؤلاء. إذن مرحلة التدمير التعليمي في العراق هي مرحلة ممنهجة مخطط لها، وهكذا يريدون الوصول بالعراقيين بشتى الوسائل. سوف لن نتحدث طبعا عن انتشار المخدرات بين أوساط يعني المدارس، ولا نتحدث عن أمور أخرى، لن نتحدث عن الطالب الجامعي الذي يدرس ليل نهار وبالتالي يكتشف نفسه في ساحات التظاهر مطالبا بحقوقه كآدمي في العراق، ومن ثم تأتيه رصاصة الرحمة لتقلع عينه. يعني هذه مشاهد شاهدها العراقيون عام 2019، وما هي إلا نتاجات للنظام الحالي، النظام المحاصصة الفاسد حقيقة. دكتور محمود، بالعودة إليكم مرة أخرى، يعني من وجهة نظرك ألا تستحق أو ألا يستحق عنوان حلقتنا هذا اليوم أن يكون مشكلة بحث في العراق عندما نتحدث عن الجامعات؟ هل هي عامل هدم أم عامل بناء؟ يعني الواقع الحالي في العراق، ربما نحن تطرقنا إلى قطرة في بحر أو جزء يسير جدا من الواقع المأساوي فيما يخص موضوع التعليم العالي. يا ترى من وجهة نظرك ما هي الحلول؟ هل الحلول يعني الحلول لهذه المشكلة؟ هي يعني ماكو شيء بالدنيا ما بيحلول، لكن ينبغي أن تتوفر أخي العزيز النية الصادقة. القدرة موجودة في العراق في كفاءات كبيرة جدا، حتى في بعض هذه الجامعات اليوم التي نتحدث عنها يعني بسوء، هناك كم كبير من الأساتذة الذين يعني ليس لهم حول ولا قوة في أن يعملوا أي تغيير، لكنهم جزء لا يتجزأ مع الأسف من المنظومة الفاسدة، شاءوا أم لم يشاءوا. هناك أسباب أدت إلى هذا الموضوع، يعني راح أعطيك يعني خلينا نقول ثلاثة مظاهر لهذه الأسباب، وأنت تعرف المشاهدين وضيوف الكرام راح يعرفون يعني ماذا أدت هذه الأسباب، ولو نعدد الأسباب نلقيها بالمئات، لكن أنا يعني خليت لهذه الحلقة اليوم ثلاثة أسباب. السبب الأول هو إلغاء هيئة المعاهد الفنية. تعرف أنه هيئة المعاهد الفنية أخي العزيز هذه هيئة عملاقة أسسها العراق، يعني الهيئة تأسست في بداية السبعينات، لكن محتويات الهيئة كانت موجودة كمعاهد لفترة طويلة. هذه الهيئة تخرج الكادر الوسطي، الكادر الوسطي هو الأساس في أي عملية تنموية، في أي عملية تنموية في أي بلد بالعالم ينبغي أن يكون هناك كادر وسطي. اليوم لا يذهب أحد للدبلومة لأنه البكالوريوس أصبح رخيص وأصبح من دون تعب، تستطيع أن تأخذه من أي جامعة أهلية يعني غير رصينة أو عشوائية. لذلك تحولت هيئة المعاهد الفنية إلى مجموعة جامعات، الجامعة الوسطى والجامعة الشمالية والجامعة الجنوبية وجامعة أخرى. هذه الهيئة الحقيقة فقدت، العراق فقد ميزة تهيئة الكوادر الوسط، هذه ينبغي أن تعاد، هذا رقم واحد. انظر ماذا يفعلون في البرامج بالكليات الأهلية، كيف يتم تدمير الكليات الأهلية اليوم، عفوا الحكومية، كيف يتم تدمير الكليات الحكومية. الكلية الحكومية أو الجامعة الحكومية في كل برنامج تأخذ 70 إلى 100 شخص، يعني 70 إلى 100 طالب في كل دورة جديدة، في حين تأخذ الكلية الأهلية المناظرة 1600. فهذا ال 70 وهاي ال 1600 وين راح يتنافسون؟ راح يتنافسون بعد ذلك على الوظيفة. ينبغي بكل المعايير أن نفهمها أنه هؤلاء 70 لأنه طالعين من جامعة أكثر رصانة من الكلية الأهلية،
بيها معايير، بيها اساتذه جامعيين، بيها بروفيسورز، بيها هذول راح يحصلون على الوظائف مثل كل الجامعات بالعالم. جامعات الرصينه اولادها خريجيها يتوظفون اكثر من جامعات الغير رصينه، لكن اللي يصير انك راح تتوظف على اسباب طائفيه ولانك تنتمي الى ميليشيا ولانك عندك قرايب بالبرلمان، وبالتالي سيفقد هؤلاء 70 او 100 الميزه النسبيه التي لهم في المجتمع، فما يقدرون يقودون العمليه التعليميه والصناعيه والزراعيه لاحقا. قضيه اخرى، انت تعلم اخي العزيز ولا ادري اذا ضيوفك او العراقيين اليوم يعلمون ان الجامعات الكثير منها الجامعات الاهليه تداوم 3 مرات، 3 دوامات، صباحي 1، صباحي 2، ومسائي. هذه ما صايره في كل دول العالم. عنده 3 باتشز، يعني يقبل صباحي اول يداوم 3 ايام، ويقبل صباحي ثاني يداوم 3 ايام، يعني يداومون 50% من الساعات التي ينبغي ان يداوموها. وبالتالي فضلا عن المحتوى السيء، فضلا عن اساتذتهم السيئين، فضلا عن الجو الغير جامعي، هو ياخذ 50% من البرنامج. منو سبب هذا؟ سببه وزاره التعليم، الرقابه، لا يوجد كواليتي اشورنس ايجنسيز، يعني ما يسمى بوكالات الجوده، لا توجد، لا تعمل بشكل صحيح، يعتمدون على ناس مع تقديري واحترامي لبعض الاساتذه اللي ياتون من الخارج يضحكون عليهم، يقدموهم ويقولون راح نجعل جامعاتكم افضل في الرانكينج وافضل في سكوبس في المجلات، وهم يضحكون عليهم الحقيقه، لان هذه اشياء شكليه خارجيه. الشيء الحقيقي الداخلي، كيف ان ترجع الجوده للتعليم العراقي، وهذا ما لا يحصل. لذلك هناك اسباب تضع هذه الاسباب وتعمل على ان تزيل هذه الاسباب، وبالتاكيد النتائج ستكون مبهره بوجود النيه. لكن اي نيه؟ بحكومه طائفيه تابعه لايران عميله للصهيونيه في نفس الوقت، وتعرفون انتم البقيه، لا اريد ان اتحدث بالسياسه. شكرا لكم دكتور محمود المسافر. طبعا دكتور قحطان، كما هو معلوم عندما يعني نقرا التاريخ نجد ان اليابان مثلا عندما خرجت بعد الحرب العالميه الثانيه خرجت بجوده تعليم يشهد لها الكوكب الى الان. يا ترى في العراق نظام المحاصصه لماذا هو بعيد كل البعد عن اي شيء جيد؟ لماذا تم فرض هذا النظام على العراق وصار له وإلى الآن انعكاسات سلبية جدا على المجتمع وعلى قطاع التعليم بشكل خاص؟ نتساءل طبعا هنا السؤال، يعني إن أردنا صياغته بشكل جديد، ما هي الحلول من أجل إعادة جودة التعليم للواقع التعليمي في العراق؟ هل هو ممكن في ظل نظام المحاصصة؟ أستاذ عزيز، أحييك على اختيار اليابان كمقدمة لسؤالك، لأن كما قرأنا عن اليابان البلد المميز في كل شيء، قيل لهم كيف أعدتم اليابان بعد النكسة التي حصلت بعد هيروشيما وناكازاكي؟ قالوا أعطينا للمعلم هيبة ضابط وراتب وزير وسلطة قاضي. أعطوا للمعلم هيبة ضابط وسلطة قاضي وراتب وزير، فكان إنتاج المعلم هذا الإنتاج الرائع في اليابان. نحن إذا وأيضا نعود إلى أقدم من ذلك، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت معلما، فالتعليم بالتأكيد هو أساس جدا، كما هو العدل أساس الملك، التعليم أساس لبناء المجتمع. العراق نموذج لا يمكن أن يرتجى منه تقدم بأي مجال من مجالات سيما والجانب العلمي. لماذا؟ لأن الآلية التي وضعت لإدارة العراق وضعت آلية خاطئة، لا مهنية، لا وطنية، ولا مجتمعية. لا مهنية بالتأكيد، ليس هناك مسؤولاً، هناك مسؤول عراقي جلس على مقعد لا علاقة باختصاصه ولم يمارس اختصاصه، ولا وطنيا للولاءات هي بالتأكيد خارجية، ولا مجتمعيا حتى بالبعد المجتمعي الجامع للمجتمع لم تكن هناك إرادة، بل هناك مذهبية طائفية قزمت المجتمع. وبالتالي نقول ليس في هذه الآلية القائمة بالعراق أمل يرتجى إلى أن يتقدم العلم. ولكن إذا ما أردنا أن نعطي لهم نصيحة علهم ينتبهوا أو يقوموا بشيء ما،
قد يحمي بعض وجوههم الكالحة، نقول اهتم بتنشئة المدرس والمعلم بدءا من المراحل الأساسية للتعليم الابتدائية. وفر المستلزمات التعليمية الإيضاحية للتعليم. ابعد التعليم الابتدائي والعالي عن التخندقات الطائفية والهواء الطائفي، وليس كما نسمع الآن توضع هناك برامج أو مواد انتقائية عدائية لجهة معينة، لفكر معين، لتوجه معين. الشيء الآخر أن تكون الجانب العلمي هو الذي يحكم العمل في داخل الجامعات، وليس المناصب وليس القضايا الأخرى الشخصنة في الأمر. إذا ما اعتمد هذه المسائل ثم متابعة حافات العلم الأمانية التي وصل إليها المجتمع الدولي أو المجتمع أو المعرفة في العالم، إذا ما اجتمعت هذه الأمور يمكن أن تصار إلى عملية إصلاح التعليم. وأما أن لا تذهب لهذه الأمور، وأنا أشك بالتأكيد في أن يكون واحد في العراق ناوي نية صحيحة لإصلاح أي حالة وليس العلم. والعلم بالتحديد أعتقد أن الجماعات المعينة الكابعة أو القامعة على صدر العراقيين لا يلمون شيئا. شكرا جزيلا دكتور قحطان. يعني نعتذر من الأستاذ عبد القادر نايل لأنه لم يتبقى وقت لهذه الحلقة. سأكتفي بشكر ضيوفي الكرام الأستاذ دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمود المسافر الأكاديمي والمتخصص في التعليم، وشكرا جزيلا أستاذ عبد القادر نايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.